السلام عليكم أصدقائي في اليمن الحبيب. منذ بدء الحرب أكثر ناس بتطمنوا علي وبتصلوا علي إنهم يعني يطمنوا علي أكثر ناس هم من اليمن الحبيبة، فحبيت اليوم أهديهم يعني إشي بسيط. أنا لو علي بقدر أهدي يعني نفسي أهديكم شغلات كتير لأصدقائي ومحبيني في اليمن الحبيب. عملت هذا اللي بيسألون شو هذا، هذه طائرة بنسميها عنا في غزة طبق، عملته بعلم اليمن وبدي أخلي علم اليمن يرفرف في أجواء قطاع غزة. يلا معي. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، أيها الشعب الذي نحمل همه، ها هنا في القدس في الأقصى وغزة. أيها الشعب الذي نحمل همه، ها هنا في القدس في الأقصى وغزة. سوف تبقى شعب إيمان وحكمة، محدثا في صفحة التاريخ هزة. كنتم الأنصار، كنتم خير أمة، فاحفظوا وحدتكم نزداد عزة. رددي أياتها الدنيا نشيدي. أصدقائي إنها عجبتكم هديتي المتواضعة الجميلة، كل الحب والتحية والود والاحترام لأهلنا في اليمن الحبيب. محمد وائل البسيوني، غزة، فلسطين.